الأمير نواف بن فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب كانت له كلمة في الاحتفال، نتابع ماذا قال. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، أصحاب السمو والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذا اليوم المبارك إن شاء الله لنجدد الاحتفاء بمن خدم الوطن وشبابه بكل إخلاص ووفاء في كل ما قدم. شعوري هذه الليلة تجدد بوفاء لأمير الوفاء. إنها من أجمل اللحظات وأبهاها، هي لحظات التي يشهد فيها الابن تكريم والده، ومن أجمل الأوقات عندما يجد التلميذ التقدير من وإلى أستاذه. فمهما كان الكلام دقيقا فلن أوفي سيدي ووالدي الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز حقه من التقدير والاعتزاز، ولن ينسى شباب ورياضي المملكة عطاءه خلال سنوات طوال. وأنا شخصيا من الشباب الذين أفخر أنني بدأت حياتي العملية في هذا القطاع تحت نظر ودعم سموه الكريم. الشكر هذه الليلة لكل من فكر ونظم ودعا لهذا الحفل البهيج، وأخص بالشكر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز رئيس هيئة أعضاء الشرف في النادي الأهلي، وأخي سمو الأمير فهد بن خالد رئيس النادي الأهلي، وجميع القائمين على هذه المناسبة من منسوبي النادي. وهذا تواصل لشعور جميع الأندية التي التقيت بها خلال الفترة الماضية، وجدت هذه المشاعر والتقدير لسيد الأمير سلطان